تمام. اتفضل. بص الستوري دي اول سيشن في الستوري، بس احنا هنعمل حاجه النهارده غير المره اللي بتوع السنه الثانيه. السنه الثانيه عملنا القرعه في الاخر، لا المره دي عشان تعمل عندكم انترست يبقى كل واحد عارف هيشتغل ازاي. مستر سامح، هنعمل القرعه في الاول، في الاول ماشي كده؟ فهنعمل القرعه في الاول، يعني كل واحد قبل ما نشتغل هيبقى عارف هو هينافس مين، هينافس ايه مين، ماشي كده؟ طيب ما حدش يفتح المايك، ثانية واحدة. ماشي يا مستر، بص احنا دلوقتي انتوا اللي موجودين، وفي ناس تانية موجودة، يعني كل اللي موجودين دول دلوقتي مبدئيا 8 اللي احنا خدناهم من الايه؟ من التوتال كله. فاحنا هناخد كل اثنين يلعبوا بعض، اثنين يلعبوا ايه؟ بعض، ماشي كده قدامكم اهو. فانا هاخد اول اثنين اهم، يلا نشوف مين اول مع مين. انا لازقها هوبا. نادين، دي مين؟ نادين دي ايه؟ نادين ايه؟ نادين، ماشي. مع مين بقى؟ هوبا، سلمى سعيد. نادين مع ايه؟ مع سلمى. نادين مع ايه؟ سلمى. خناقة دي، ماشي. يبقى نادين وايه؟ وسلمى. انا كنت عايز سلمى وهنا بس مش مشكلة، ماشي. اللي جاية ها علا. ايه علا؟ ايه طلعت لي علا من الكاميرا. علا، يا رب يكون اللي في بالي علا. اهي علا، علا مع احمد حسن. علا احمد حسن يطلع مع احمد حسن، مع احمد ايه حسن. احمد حسن موجود صح؟ امس احمد حسن موجود؟ اه يا مستر. طب يطلع يوريني شكله. احمد حسن موجود ها؟ هتلعب علا اللي جاي. ثواني. لا احمد مش موجود يا مستر، احمد مش موجود. انا دلوقتي بحاول معاهم في الجروب عشان في ناس مش عارفه تدخل، الصوت مش واضح عندها. طب حاولي ينبه الله يخليك. خلاص حط هنا. يلا يا هلا، مين اللي جاي لك؟ مصطفى. هو مصطفى جاي لك اهو. مصطفى، سبحان الله. يبقى هنا ومصطفى اهو، اهو اخر اثنين. انا لازقهم اساسا يعني. اخر اتنين جنى، مش عايز فتح ليه. ادي ايه جنى مع مين؟ مع ميار زياد. جنى مع ميار ايه زياد. في جنى وجنى، خلي بالك صح كده، مش جنى وجنى. يبقى جنى موجودة، جنى وميار زياد وميار ايه
أمير زياد. في بقى في جنة تانية ماشي كده، دي هتخش معاكم بس هتعمل ايه الكسبان. يبقى انا عندي نادين مع سلمى، هناخد منهم واحدة. علا مع ايه احمد حسن، هنا مع ايه مصطفى، جنى مع ايه مع ميار زياد. مع ميار ايه، ميار زياد دخلت ولا نفس المشكلة بتاعت اختها ايه؟ حضرتك انا طبعا معاهم، انا طبعا معاهم، بس عشان هم ساعات بيخشوا زوم اسامي تانية مش اساميهم. مالها حضرتك الاسماء بتاعتهم ما بتبقى ظاهره في زوم، بيبقوا داخلين باكونتات تانية، فانا طبعا معاهم. طب حاولي تدخليها عشان اختها بس. يبقى انت ايه، دول اللي هيلعبوا بعض المره الجايه. طبعا انتوا عشان الجروب هنا، فالمره الجايه هنشرح وناخد جزء بس من الحصه للايه، للكومبيتيشن. المسابقه هي عشان الناس اللي ما شاركتش قبل كده، كل واحد هيدور على اصعب حاجه يسالها لصاحبه. مش لازم من الايه، من الكويشنز بتاعت الموجوده عندك، لا، في عندك في التكست براحتك خالص جوه الايه الشابتر نفسه، دور على اي حاجه صعبه واسالها له، وهو عليه ان هو يجاوبها. وهو نفس الفكره، يدور على اصعب سؤال ويساله لك، وانت برضه تجاوبه، ونشوف مين الاشطر. الاولاني هيخش مرتين اونلاين مجانا، والتاني هيخش مره واحده. اتفقنا؟ نشتغل بقى. Who is the author of the story؟ مين هو المؤلف بتاع الستوري؟ أي نوفل في الدنيا لازم تفهموها كويس. يعني إيه نوفل؟ يعني رواية. الرواية دي لها author أو novelist، روائي. لها إيه؟ novelist اللي هو إيه؟ روائي. novelist. طب الرواية بتاع الستوري دي تشارلز إيه؟ ديكنز. اسمه تشارلز أو تشارلز جون هافورد ديكنز، ده اسمه بالكامل. He was born in، اتولد امتى؟ 7th February 1812. This 1817. The place of birth Landport. ماشي كده؟ طيب. قال لك ان هو تشارلز ديكنز ده lived miserable life، عاش حياة يائسة مش حلوة. تمام؟ وهيز لايف ديت يعني عمل عليها رياكشن او عملها ريفليكت اباوت هيز ايه ستوريز، للايه للقصص بتاعته. طيب الستوريز بتاعته كلها اغلبيتها كلها صراع بين الايه، بين الهاي كلاس واللو ايه كلاس، بين الطبقات العليا والطبقات الدنيا. دايما بيبدا الستوريز بتاعته كلها ميزرابل لايف. في اوليفر تويست ابتدى الستوريز هيز ماذر ديد، امه وين هيز ايه ان هيز بيرث، اتولد يوم الميلاد بتاعه ومامته توفت. في ديفيد كوبرفيلد والده توفى بيفور هيز بيرث 6 مانث، بست شهور والده توفى. فبالتالي هي دي الستوريز بتاعته. طيب تعالى هنا هناخد الايه، الكاركترز. هناخد الايه، الكاركترز. المين كلكم هتقروا دلوقتي المين كاركترز. هنا عندي في الستوريز في حاجه اسمها مين كاركتر وفلات كاركتر. مين كاركتر هي الشخصيه الرئيسيه، والفلات كاركتر الشخصيات اللي هي الفلات اللي بتسند البطل في القيام بدوره. فالمين كاركتر هنا ديفيد كوبرفيلد. هو was the narrator of the story، مين راوي القصه؟ ديفيد كوبرفيلد. ديفيد كوبرفيلد was the narrator of the story، هو اللي بيروي الايه القصه. طب ازاي بيروي القصه وهو ايه his father did مات before his birth، قبل ما يتولد؟ لان الستوريز دي باك جراوند يعني بيحكيها لما كبر. قال لك لما كنت صغير حصل كذا كذا كذا، دي اسمها ايه باك جراوند، بتعمل لها ايه خلفيه. طيب ديفيد فادر هو الشخصيه الاولانيه، ده هي هاد ديد 6 مانثس بيفور ديفيد واز بورن، اتولد او مات الراجل ده قبل ديفيد ما يتولد بست ايه شهور. يبقى اول كاركترز عندي ديفيدز ايه فادر. نمبر 2 قال لك ديفيد كوبرفيلد. ديفيد كوبرفيلد هي از ذا ناريتور اوف ذا ستوري. اول حاجه يبقى ديفيد كوبرفيلد هي از ذا ناريتور اوف ذا ستوري، هو راوي القصه. نمبر 2 ديفيد از انوسنت،
and good boy، كان ولد بريء، كان بريء. ويتضح البراءة دي في جزئية دلوقتي كنت أقولها لكم، البراءة أنه ممكن يحصل قدامه مواقف بس إيه مش فاهمها أو مش عارفها، فبالتالي يحكيها وهو مش عارف إنها حاجة خطأ. Innocent and good boy but he suffers much as a child، لكنه عانى كثيرا كطفل. بعدها كلارا الأم، she is David's mother، she was kind and generous، كانت ست طيبة وكريمة. she loved David too much، حبت ايه ديفيد جنجته. he loved David too much، she married Mr. Murdstone. خلاص طب ماشي، قولي جنى، جنى هتلعب مين في هتنافس مع مين؟ جنى هتنافس مين هينافس جنى؟ مين؟ مستر حكيم وحضرتك بس كتبتهم، انت مش كتبهم عندك؟ طب ثاني حاول اجيبهم، انا كنت فاكر ان حضرتك حطيتهم عندك. لا عادي ما احنا سجلنا، بس انا كنت بتابع على الواتساب مع البنية مع الطلاب. ثانية بس والله هي ظاهرة. جنى هتلعب ماهر زياد. جنى ماهر زياد؟ ايه ماهر زياد جت؟ هي ماهر زياد نفس المشكلة برضو؟ نعم؟ ماهر زياد نفس المشكلة ما دخلتش؟ هو انا لسه بتابع معاهم، وما في منهم اصلا يعني مش عارفين، الصوت مش واضح عندهم، باين النت عندهم ضعيف جدا، فانا بحاول معاهم لحد ما يخشوا، بس بيبتدوا هو يخشوا. يعني احمد دخل، احمد دخل. طيب اخر واحد مش عارف ايه المشكلة عندك. طب ماشي ماشي كلارا بقى، she is David's mother، هي ايه مامة ديفيد. she was kind and generous، كانت طيبة وكريمة. she loved David too much، حبت ديفيد جدا. she married Mr. Murdstone after David's father had died، وتزوجت ايه مستر ميردستين، ده كان راجل شخصية نضج ثانية. خلاص بعد كده كلارا بيجوتي، she is David's nanny. كلمة ناني هنا اللي انت بتقعد زمان كنا نينا، ناني اللي هي ايه الميتس، يعني الست اللي هي المربية. as his mother زي الام بالظبط، وعمل في البيت زي الام. خلاص بيجوتي is gentle، كانت ست رقيقة and kind، she loved David so much، حبيته جدا. كانت مخلصة to David and his family all her life، وللعيلة طول حياتها. خلاص ميس بيتي، الست دي كانت حاجة. ميس بيتي، ميس بيتي ديفيد، she is David's father aunt، كانت عمته. she was angry with David's mother، كانت غضبانة من الست مامته. because she wanted the child to be a girl، كانت عايزاها، عايزة ديفيد ده يكون بنت ولد، not a boy، مش ولد. when she discovered that the child was a boy، ولما اكتشفت ان هو ولد، she left the house، سابت البيت، and never came back، وما رجعتش تاني. she helped David so much then، وبعد كده سابت البيت ومشيت، بس بعد كده في الستوري تاني ساعدته، وكان ليها دور كبير جدا جدا في حياته. مستر ميردستين ده كان شخصيه مش كويسه. he was David's step، يعني ايه step father، يعني خطوه، step يعني خطوه، father يعني كلمة father بس، والاب step father يعني اب خطوة، يعني مش الاب الشرعي. يبقى هنا he was David's step father، he treated David badly، عامله بسوء، and beat him، وعاقبه severely كتير. he sent David away، ومشاه، بعته to boarding school، مدرسة داخلية in London to get right of him، عشان يتخلص منه. get right to something يعني يضع حد لشيء، او get right اساسا يضع حد لشيء مش كويس او حاجه مش كويسه. ميس ميردستين قلتها خلاص. باركس ده كان برضه هيتزوج بعد كده. he is the coach driver، السواق. he was interested in Clara، كان مهتم بايه بكلارا بيجوتي، and wanted to marry her، واراد الزواج منها. he married، عشان يوريك انا هقول لك ليه ان هو انسنت ولد بريء.
هي ماريد هير تزوجها اند ات ذا اند ومات في الايه في النهايه. هقول لك على حاجه بس ليه هو ان السنتري ستوري عشان بس ايه قبل ما اشرحها هو عايز يقول لك كلمه انوسنت ديت يعني بريء، ممكن بريء من كريمنال من تهمه كرايمز، لكن هو عايز يقول لك ان شخصيه بريئه. ليه بريء بقى في الجزئين اللي انا هقولهم؟ اول حاجه ان هو في في كان في كونفرزيشنز بتوين فاذرز ايه ستيب فاذرز اند هيز فريندز، كان دار حوار بين اصحابه والده اللي هو زوج امه واصحابه عن ايه عن مامته، فهو راح خد نقل الحوار ده ورداه ايه لمامته بمنتهى البراءه. طب ايه الثانيه البراءه بتاعته؟ قال لك ان هو كان باركس كل ما يشوفه يقول له روح قول لبيجوتي باركس از ويلين. باركس ويلين يعني ايه عنده رغبه في الزواج ايه منك. هو كان بياخد الكلام يقوله ببراءه. انت ان ذا ستوري البراءه في الستوري. ترادلز هي از ديفيد بيست فريند. ترادلز هي از ديفيد احسن اصدقائه ان سالم هاوس سكول. هي واز ذا سيم ايج از ديفيد، كان نفس عمره. هي واز ا تشيرفول بوي، كان ولد مرح ومبتهج. بعد كده جيمس ستير فورس هي از ديفيدز كلوز فريند. كلوز فريند يعني صديق حميم، صديق ايه؟ حميم. هات ايه؟ سكول. هي هاز ا سترونج كاركتر، شخصيته قويه جدا. هي هاز نون ديفيد سينس هيز فيرست دايز ات سالم هاوس، عرفه من اول يوم ليه في سالم هاوس. اجنس شي از ديفيد ترو لاف، شي از ديفيد ترو لاف. اند هيز سكند وايف كانت الزوجه الثانيه ليه بعد ما زوجته توفت، وهي كانت الايه؟ الترو لاف اللي هو الحب الحقيقي ليه. شي از ذا دوتر اوف، بص بقى خلي بالك، الدوتر اوف مستر ويكفول، كانت بنت الراجل ده هو از ا لور، كان محامي. شي اولويز ورنز ديفيد، وكان دايما بيحذر ديفيد اجينست ستير فورس اللي هو صاحبه هيز باد انجل او انجل اللي هو ايه الصديق الحاجه الشريره في حياتك او دي اسوء حاجه في حياتك صديقك ده. اليد الامني شي از بيجوز ان فيزيفول نيم، دي بنت اخوه غير مخلصه، خلي بالك دي غير مخلصه. ليدي الاملس ديزاير تو بي ا ليدي. يا جماعه الطلاب ما حدش يفتح المايك غير لما انا كله هيقرا دلوقتي، انا كله هيقرا في اللي جاي، انا بعمل الكاركتر بعد كده كله هيشتغل، انتوا اللي هتشتغلوا مش انا. ليدي كوز بس ما يوشوش على حضرتك معلش. تو ديسكريز هير سيلف، هي نفسها انهي فاميلي باي واي ويز جيمس تير فورس وهيربرت هام. خلي بالكم موضوع بقى فاميلي اللي هي الهيرد ديسكريز هير سيلف دي نفسها اند هير فاميلي باي رانين اواي، اهانت اسرتها بالهروب مع ستير فورس. بس انا عايز اقول لكم حته الهروب دي عشان في ناس بتتكلم في حاجه اسمها بالانجلش كاستمز اند تراديشنز، حاجه اقولها لكم. يعني ايه كاستم تراديشن؟ الستوريز والنوفلز بالذات بتبقى جاي من بره، بيبقى في حاجات اوت اوف تراديشن، يعني حاجات بره عاداتنا وتقاليدنا، فاحنا ناخدها مالناش دعوه. يعني من ايه؟ ما نقولش اصل فلان هربت، اصل في ان الحانه، في ناخد الحاجه ناخدها انها ايه بدها، يعني باد سينجز حاجات سيئه، فاحنا بنقول عليها ان انجلش. لما اجي اشرحها لك خلي بالك ان دي اوت او اوت كاستمز اوف تراديشنز، بره عاداتنا وتقاليدنا، بره عاداتنا وايه وتقاليدنا، ماشي؟ عشان ايه لو في نوتس عليها. هام مستر بيجلز كارفن هي كيم تو ليف وذ هيم افتر هيز بيرنتس ايه ديس، جه يعيش معاه هو اللي كان شايل مين بقى؟ ديفيدز على ظهره. هي لافد ايملي اند وونتد تو ماري هير but she escaped with a James Stair Force كان بيحبها و ايه هيربي. طيب مين هيقرا؟ يلا اللي هيقرا الاول مين؟ ها؟ مين يلا؟ يلا يا هاني عندك، اولى عندك، محمد صلاح عندك، جانا عندك، يلا مين هاني يلا مستر، يلا هنا سلمى، اولى اي حد عايز يقرا يتفضل. مستر نعم ايوه انا ممكن اقرا؟ ممكن اولى صح؟ اه ماشي اتفضلي يا اولى. My name is David Copperfield. Copperfield. Copperfield, okay. On the day that I was born, Miss B
Betsy told home. Visited my mother. She was my father aunt. Also, my father had in the. My father had. Hey, Mr. Manosta. My father had it. 6 months. When she arrived, she surprised everyone by knocking on the window. Instead of the door, we got my mother to vent. تمام. مين تاني عايز يكمل؟ خلاص يا عم. مين عايز يكمل؟ سلمى؟ يلا يا سلمى. قولي من الأول. من الأول؟ من الأول يا سلمى. آه. My name is David Copperfield. On the day that I was born, Miss Betsy Trotwood visited my mother. She was my father's aunt. Although my father had been dead for 6 months, when she arrived, she surprised everyone by knocking on the window instead of the door. Peggotty, my mother's servant, went to let her in from the moment the girl arrives. Miss Trotwood told my mother, I intend to be her friend. You mean Peggotty? Said my mother. No, the girl, said Miss Trotwood. The child, but it might be a boy, said my mother. It must be a girl, said Miss Trotwood. And I was born at 12 o'clock that Friday night, and she discovered that I was born. She walked out of the house and never came back. برافو يا سلمى، برافو جميل. طب انا هعملها وبعد كده ايه نشوف مين تاني هيقرا اللي بعدها. My name is David Copperfield. انا اسمي ديفيد كوبرفيلد. On the day that I was born, في اليوم اللي اتولدت فيه, Miss Betsy Trotwood اللي هي عمته, visited my mother, زارت ماما. She was my father's aunt. كانت ايه؟ Although my father had been dead for 6 months, بالرغم ان والده مات, بيقول لك انه قبل ميلاده بست شهور. When she arrived, لما وصلت, she surprised everyone, فاجئت كل واحد, by knocking on the window, خبطت على الشباك, instead of the door, بدلا من الباب, Peggotty, my mother's servant, الخادمه, went to let her, سابتها ايه, قالت لها ايه, خشي in, من الباب يعني, from the moment the girl arrives, window instead of the door, Peggotty, from the moment the girl arrives, منذ اللحظه اللي وصلت فيها, moment the girl arrives, هي بتقول لها from the moment, اللحظة اللي هتوصل فيها البنت, Miss Trotwood told my mother, I intend to be her friend, أنا هبقى صاحبتها, أنا هبقى إيه؟ صاحبتها. You mean Peggotty؟ قالت لها تقصدي Peggotty؟ تقصدي Peggotty ليش؟ ما بتتكلمش على المولود. قالت لها said my mother. يعني كمان ودي المدرسين وأنا أدفع الفرقة وربنا دفع لها 30 جنيه. إيه؟ طيب مصطفى, عند مصطفى دي no the girl said Miss Trotwood that child but it might be a boy. قالت لها طب انت زعلانه ليه؟ طب انت عايزاه بنت, ده ممكن يكون ولد. said my mother it must be a girl. قالت لها لا هيكون بنت, دخل في مشيئه ربنا. said Miss Trotwood and when I was born, لما بتقول لما اتولدت, هو بيقول at 12 o'clock الساعه 12 that Friday night and she discovered, اكتشفت that I was a boy, وان انا ولد. She walked out of the house and never come back. سابت البيت وإيه؟ ومشيت ما رجعتش تاني. طيب يلا هنا. أنا. ماشي أبدأ. أنا يلا اشتغل. ماشي. The years went fast and we were happy together. My mother, Peggotty and all. Then on Sunday after a church, a man came home with us to tea. His name was Mr. Murdstone. He was polite and he smiled a lot, but I didn't like him. He came often after that, and I got used to seeing this gentleman with his black side
Whiskers. But I still didn't like him either. I woke from a sleep one day to hear her arguing with my mother. Mr. Cooper Falls wouldn't have liked him. Bigotty was saying, how do you say that? Said my mother, nothing is agreed. أكمل؟ برافو عليك. لا خلاص. بصوا هنا بقى. قالت إيه أنا؟ The years went past, when past الأيام عدت, and we were happy together, وكنا سعداء مع بعض. خلاص كده؟ My mother, هو بيقول, my mother, Bigotty and I, وأنا كمان, then one Sunday after the church, church أنا عشان تقولتها بطريقة تانية. بعد الكنيسة, a man came home, راجل جه البيت with us to tea, two tea عشان يتعامل معانا الشاي. His name was Mr. Murdstone. He was polite. كان راجل ايه مؤدب. هو بيقول عشان كده كل ده innocent. كل ده ان هو بريء فعلا ما يعرفش. خلاص كده polite. And he smiled a lot. بيبتسم كتير. But I didn't like him. انا ما حبيتهوش. He came often after that. كان بيجي كتير بعد كده. And I got used to seeing this gentleman. واعتدت ان انا ارى هذا gentleman with his black side whiskers. ويسكرز اللي هي السوالف اللي كان بالاجانب في انجلند زمان كان ربوها لغايه هنا كده خلاص ويسكرز but I still didn't like him انا ما حبيتهوش بيجوتي didn't like him either ولا بيجوتي حبيته كمان I wake from asleep صحيت خلاص كده من النوم خلي بالك اللي جايه دي one day في يوم من الايام to hear her arguing with my mother واسمع المجادله بينها وبين ماما بتقول ايه بقى مستر كوبرفولد wouldn't have liked him يحب كده هو مش قايل هنا دلوقتي بس انا اقول لك بيجوتي was saying how dare you say that قالت said my mother قالت لها ازاي تجرؤي على ان انت تقولي كده nothing is agreed طيب يعني ايه الكلام ده لا شيء متفق عليه كلمه how dare انا اقول بس كده اطلع من الموضوع شويه dare دي من الفيربس اللي لما تيجي تعملها نط ما تحطش قبلها don't هو الفيرب الوحيد اللي بيتنفي بنوت هو نفسه تحط نوت يعني لما تيجي تقول دير تقول didn't تقول ايه didn't يعني ما انت في فعل مثلا تيجي تقول بلينت جوينت مفيش لكن دير دي من الفيربس اللي انت تحط وراها نوت هي نفسها تحط وراها نوت على طول هي didn't تقول didn't تمام لا يجرؤ ايه على كده طبعا هي دلوقتي السر اللي هو معروف ان هو الراجل ايه مستر ميردستون او ميردستون wanted to marry his mother عايز يتجوز مامته طيب مين تاني عايز يقرا مين تاني ممكن اقرا مين انا احمد حسين اتفضل يا احمد طب افتح الكاميرا يا احمد عشان حاضر يا جماعة اهو تمام يا احمد اتفضل انت عرفت هتلاقي انت هتنافس مين؟ لا ما عرفتش برضو؟ هجيب لك تاني استنى اقول لك انت هتنافس ايه؟ مين هو ينافس مين فيكم طيب في الموجودين؟ ايه؟ انا ما عرفتش مين؟ انا يا مستر انا ما عرفتش طب خلاص اخلص واقول لكم تاني اخلص واقول لكم مين هينافس التاني مين؟ طيب هنا بقى يلا يا احمد what am I to do if the gentleman seems to like me and she began to cry one day Mr. Murdstone took me to Lewistoft near the sea. Where we met some of his friends. Who is this? Asked one of them. It's David Copperfield. Said Mr. Murdstone. What am I to do? ماذا علي أن أفعل؟ هو بيقول If the gentleman seems to like me, الست بتقول مامته يعني ديفيد بيحكي بيقول ان مامته قالت كده
ماذا علي ان افعل لهور مستر ميردستون ده عايز يتزوجني. And she began to cry وابتدت تبكي. One day Mr. Murdston took me. هو بيقول هو بيحكي خده مرة معاه to Laos Toft. خلي بالك بقى innocent البراءة هنا في الآيات. أول جزء فيه innocent اللي هو بريء. A town near the sea بلد من جنب مكان كده منطقة جنب الايه؟ جنب البحر. جنب الايه؟ بلد كده جنب البحر. Where we meet some of his friends. قابلنا بعض أصدقائه. Who is this؟ خلي بالك. Asked ايه؟ one of them احد اصدقائه احد اصدقائه يقول ايه بقى who is this مين ده it's David Copperfield said Mr. Murdston قال له ده ديفيد ايه كوبرفيلد قال له ده ديفيد ايه كوبرفيلد حلو what هنا بقى الايه الانسنت قال له what ايه بتقول ايه قال له the pretty Mrs. Copperfield son هو ده ابن السيدة الجميلة لو يقصد على مامته هو سمع قال له ايه بقى سيدز ذا ايذر مان الراجل الثاني سمايلي مبتسم راح قال له بي كيرفول كينيان يبقى اللي قال الجملة دي مين اسمه كينيان سيد مستر ميرسن قال له خلي بالك يا كينيان ذا بوي هاز اير الولد دي ودان الولد دي ايه ودان ماشي ذا بوي هاز ايرز اند ذي اول لافد كلهم ايه ضحكوا سخروا لاف قال صح من ولد I told my بص هو عمل ايه بقى اول جزء في البراءه هنا الانسان I told my mother what the man had said Brady اول ما راح قال لمامته كده حكى لها راحت she said قالت Brady جميله her face red وشها احمر I can't believe they said that ما اعتقدش يقولوا كده but she was laughing خلاص كده لكن ايه ضحكت then one day Peggy asked me سالتني to go في اليوم ده بقى هو هيتزوج بقى الام في اليوم اللي هو هيمشي يبقى هنا يبقى she said her face قلنا خلاص then one day في الوان day دي اول حاجه mother ايه مات هتتجوز مامته هنا في هتبقى تلاقي في سؤال بعد كده هيقول لك ان مستر ميردستون او ديفيد سكوبرفيلد suffers from عانى كتير عانى ايه كتير قال لك هنا خلي بالك في سؤال هيبقى مهم جدا يقول لك هير ماذر ديد تويست اقولها تاني هطلعها اقولها لك هنا كده بس عشان افهمها لكم في سؤال هيجي لك بعد كده هيز ماذر ديد تويست ماتت مرتين وفي حد يموت مرتين في حد يموت مرتين لا خالص هي مراته امه هتموت فعلا بس ماتت مرتين امتى لو حد ذكي يقولها بقى ماتت المره الاولى وين شي مارد مستر ميردستون لما ماتت في جواه اول موته ليها لما تزوجت هذا الرجل طب ذا سكند المره الثانيه الموته الثانيه لما ايه هي شي was dead لما ماتت فعلا فهي ماتت مرتين مره وهي عايشه ومره ايه لما ماتت فعليا خلي بالك السؤال ده مهم جدا ده من اختراعي بس هو موجود خلي بالكم موجود في الاسئله موجوده في الامتحانات ان هي ايه بس دي فكره كانت كويسه ان في حاجه اسمها بيرسونيفيكيشن تشخيص وتجسيد ان انت بتعمل ايه بتعمل تشخيص وتجسيد للفكره للايه للفكره هو دلوقتي في واحد بيموت مرتين لا بس هي ماتت مرتين وهي عايشه لما تزوج بالنسبه له كابن زعل على مامته جدا جدا فهي بالنسبه له خلاص ماتت وماتت مره ثانيه لما ماتت حقيقه تمام طيب دي الفكره في الاستوري يبقى هنا ايه زين وان داي بيجوتي اسكد مي تو جو اند ستي ويز هير ان انا اروح بقى عايزين يبعدوه عن البيت تو هير براذرز هاوس في بيت اخوها ان ياموس باي ذا سي او يس فرح اي سيد بليز عايز يروح فروح قال لها الانسنت البراءه اهو بقى جايه قال لها ويل ماذر كم هي ماما جايه طيب كل دي براءه اهو خلاص نو ماي دير لا يا حبيبي لا يا ابني خلاص نو ماي دير سيد بيجوتي شيل ستي ويز مستر ومسز جرايبرز دي شغاله عندهم هتقعد هنا مع مسز جرايبر شي وونت بي لونلي مش هتكون لوحدها ما تخافش سو بيجوتي ان اي وانت الون رحنا لوحدينا باي كوتش بالحافله to a yams طيب مين هيقرا الجزء الثاني
تمام. It stopped outside. مين؟ يلا مصطفى. لسه ممكن اقرا؟ مصطفى خلي مصطفى عشان مصطفى كان عامل خناقه دلوقتي اونلاين. ها؟ يلا مصطفى. It stopped. It stopped outside a hotel and Bigotry cousins. Was there to meet us. Bigotry was pleased and excited to see him. Ham, she said. How grown up you look. He was a strong young man. 6 feet tall. With fair hair and a friendly but shy manner. He bought me on his back and carried our love under his arm. We went to several boatyards and at last came to a wide beach with some boats balled up onto the sand. There is our house, Master Davy. Said him, I couldn't see a house anywhere, but there was a large. نعم. تمام كمل حبيبي خلاص. Or some other kind of old boat, sitting high and dry on the ground. It is that it? I said, that ship looking is thing. بس يا مصطفى خلاص. مصطفى انت هتلعب هنا. ماشي. طيب هتلعب هنا. It stopped outside a hotel. وقف بره الفندق. And Bigot's cousin Ham. خلاص كده. وابن العم بقى Bigot Ham ده. Was there to meet us. كان هناك عشان يقابلنا. Bigot was pleased and excited to see him. كانت مسرورة ومتحمسة جدا انها ايه تشوفه. وقالت لهام ايه بقى. Ham. She said. How grown up you manner. انت كبرت. منر يعني عقل ونضقت. قد ايه كبرت ونضقت. He put me on his back. وايه هو حطيني على ظهره. And carried our luggage. وشال كمان امتعتنا. Under his his arm. We went past several boat yard. يعني عملوا ايه. وصلوا ان انا put me. خلاص. Past several boat yard. And at last come to a wide beach. عنده وصلوا لشط كبير. With some بوتس مراكب كتير بولد اب اون ذا ايه قاعده ايه ركز على ايه تو ذا ساند. ذير از اور هاوس مستر ديفي سيد هام. قالوا ده ايه خلي بالك ده بيتنا. اي كودنت سي قالوا في بيت فين مش شايف بيت اساسا. هاوس اني وير بات ذير ووز ا لارج بلاك بارج. كان في ايه برج يعني قوارب الايه قديمه كده النظام القديم اللي هي البرج ده زي البيت يعني يشبه البيت. Black barrack or some other kind of old boat sitting high and dry on the ground. Is that it? هو ده. That ship بيتعامل زي هيئة ايه سفينة. Looking saying that's it. Mr. Davy said Ham. And I saw that there was a door كان في باب. And windows وشبابيك in the barrack في الايه في المركب. تمام. مين تاني؟ يلا مين يقرا تاني؟ هنا اللي رفعت ايديها ولا مين؟ اقرا هنا؟ يلا يا هنا تعالى. مستر بيجوتي ان هام يلا حبيبتي. هام و فيشر مان اند ذا ليتل هاوس سمال اوف فيش بات ات ووز بيوتيفولي كلين اند تايدي اند سمتايمز ا نايت وين اي هيرد ذا ويند and the sea outside, I began to think that I was on a boat. Mr. Bigotry was a kind man. His name Emily. Lived with them, like Ham's parents. Her mother and father were both dead. Emily was a pretty child. And most days we collected shells and played on the beach. I loved being with her, and it was a wonderful holiday. I didn't want it to end, but the time came
when Bukuti and I had to go. ماشي تمام برافو هنا. اقول بقى اللي قالته هنا تاني، اقول ارجع تاني. مستر بيجوتي اند هام، سيد بيجوتي بقى اللي هو اخوه هام، كان بيصطادوا سمك نازي. وفيشرمن فيشرمن اند ذا ليدل هاوس، البيت الصغير، سميلد اوف فيش، يعني ريحته سمك، اللي احنا بنقول الجمله عليها زفر يعني. بات ات ووز بيوتيفولي كلين اند تايدي، لكن نظيف ومرتب. and sometimes at night وليلا، when I heard the wind، لما سمعت صوت الرياح، and the sea outside والبحر بره، I began to think، وابتديت ايه افكر، that I was on a boat، اكني في مركب، اكني في ايه مركب. Mr. Bugatti was a kind man، كان راجل ايه طيب. His niece Emily lived with them، كانت بتعيش معاهم ايه Emily، ابنه ايه بنت اخويا يعني. lived with them like it، خلي بالك like Ham's parents، عاملاهم زي ايه البيرنتس الوالدين بتوعها. ليه بقى؟ لان هي كانت ايه her mother and father were dead، لانها كانت اورفن، كانت ايه اورفن، اورفن يعني يتيمه، اورفن يعني ايه يتيمه، اورفن. كلمة أورفن يعني يتيم، يعني إيه؟ كانت يتيمة. خلاص كده؟ Mr. Bigotty was a kind man. His niece Emily lived with them like Ham's parents. Her mother and father were، خلاص كده، the beach. I loved being with her and it was wonderful holiday. كانت أجازة، لا أنا ما قلتش فيه لاين، استنى. Emily was a pretty child، كانت طفلة جميلة. And most days was collected shells، وكانت بتجمع الإيه؟ الشيلز، الشيلز. شيل اللي هي هارد اوتر كفرنج بارت، اي حاجه صلبه تبقى ايه؟ تبقى شيل، يعني النطس السوداني اللي بره تبقى القشره دي بشيل. التوتس 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 اللي هي السحلفه اللي بره ده اسمه شيل، اسمها ايه؟ اسمها توتس، خلي بالك مش توتس عشان حد يفكر. It was wonderful holiday. I didn't want to end، ما كنتش عايزها تخلص. But the time came when خلص الايه؟ الاجازه. When Bigotty and I had to go home، مفروض نرجع البيت. And I had to say، وكان المفروض عليا اقول ايه؟ goodbye، goodbye to my new friends، لاصحابي. I was very sad، انا كنت زعلان جدا. To leave little Emily، ان انا اسيب Emily الصغننه دي. And I promised to write to her، ووعدت ان انا اكتب لها. It seemed a long journey، وكان يبدو انها ايه رحله طويله. Home. But when at last في النهاية I saw our house، شفت بيتنا تاني. I became excited، بقيت متحمس أو فرحان. About seeing my mother again، إن أنا أشوف إيه ماما تاني. خلي بالكوا بقى إحنا إيه الستوري، إحنا بناخد من بيج 1 لبيج إيه 5، لبيج إيه 5. هنا الستوريز بتاعتنا 31 بيجز، 31 بيجز، شابتر 1 فروم بيج 1 تو بيج 5. النهارده في ناس سالتني، علا من الناس اللي سالت على الايه الكومنت اللي هو الايه التعليق. التعليق ده حاجه مهمه وخدناها السنه اللي فاتت يا علا، اللي هو ايه this word said by to، دي اتقالت من مين لفين وين. وين دي هو بيسالك عليها تحت، تعالى نشوفها. بصي، from the moment the girl arrives، منذ اللحظه ان البنت فيها وصلت، خلاص كده the girl اهو I intended to be her friend، منذ اللحظه اللي هتوصل بيها البنت انا هكون صاحبتها. It was said by mean Miss A Betsy Trotwood to A Clara Copperfield when she had visited her، لما زارتها in her house before Clara gave birth to David. Give birth يعني قبل ما تولد ديفيد. Miss Betsy wanted the coming child، الطفل الآتي، to be a girl not a boy، هي عايزة الطفل ده girl not a boy، عايز دخل في مشيئة الفيت القدر بتاع ربنا، مش كده؟ نمبر 2، مين يقول نمبر 2؟ يلا يا سلمى، يلا كل واحد يقول كده واحد، سلمى وبعد كده أحمد وبعد كده هنا وبعد كده علا، وفي محمد صلاح. مستر مم. ولا يعني ولا زي ده
حضرتك نعم. أقولها إزاي؟ مش فاهم. قولي يا حبيبتي بص، هتقولي بط، هتقولي إزاي، هتقولي الجملة، الجملة دي اللي اتقالت في الستوري يا علا. عارفة. تحت هيقول لك بط بط it might be a boy. مين اللي قال الجملة دي؟ It was said by Clara Coverfield to Miss Betsy Trotwood. When Clara told her that the coming child might be a boy. مش ده كل اللي خدناه؟ Not a girl as she thought and hoped her that عايزة الولد، عايزة يبقى بنت مش ولد. بس هنا من number 3 it must be a girl. لا لازم يبقى بنت. مين اللي قالها؟ يبقى it was said by Miss Betsy Trotwood to Clara. فهمتيها ازاي؟ بس يلا مين هيقول number 3؟ It must be a girl. Number three. هانا سام أحمد حسين طلع أحمد حسين. أنا ما طلعتش. طيب. It must be a girl. ربما يكون إيه؟ أكيد. The must be خلي عارف must be عارف يعني إيه؟ must be يعني المؤكد. ده إيه ده يعني دخلت في الفيت جدا في القدر جدا. وربنا ما بيتعاندش. must be ده لازم تبقى بنت. It must be a girl. It was said must by Miss Betsy Trotwood to Clara Coverfield when she insisted that the coming child must be a girl not a boy. She wanted to be her friend. طيب اللي بعدها number 4 يلا محمد يلا احمد حسين قول. حاضر. قول number 4 Mr. Coverfield wouldn't have liked him. It ماشي. was said by. أكمل. قول يا حبيبي عادي كمل. It was said by Miss Bigotty to Clara Coverfield when she was against Clara marriage from Mr. She told Clara that David wouldn't like Mr. Magistone. ماشي. Number 5. يلا سلمى. بعد كده هنا بعد كده أولى بعد كده مصطفى. Number 5. ها؟ يلا سلمى. سلمى مش طالعة. يلا هنا. سلمى معنا؟ هدي سلمى طيب هات سلمى. سلمى هات سلمى. 5 يا سلمى. How dare you say؟ ها سلمى نمبر 5 يا سلمى نمبر 5 حبيبتي ها ثواني يا مستر هاتي نمبر 4 هاتي نمبر 4 ها دخلي مين مين اللي هيقول مين اقول انا يا مستر ماشي قول يلا هات نمبر 4 سلمى مع حضرتك يا مستر مين انا مع حضرتك طب ماشي اتفضل سلمى مستر كوبرفيلد wouldn't have liked him it was said by it was said by miss Clara Pigetty to Clara Copperfield when she was against Clara's marriage to Mr. Maxstone and she said she wouldn't affect him. في مايك مفتوح ما يتقفل في مايك مفتوح عامل وش جامد طيب يبقى هنا it was said by Miss Bigotty to Clara Copperfield when she was against Clara's marriage كانت ضد الزوج from Mr. Maxstone she told Clara that David wouldn't like Mr. Maxstone. Number 5. How dare you say that nothing is agreed? ازاي ايه تجرؤي على كده مفيش حاجه ده هيقبل كده. What am I to do if the gentleman seems to like me? طب هعمل ايه لو عايز يتجوزني؟ It was said by Clara Coverfield to Bigotty when she began to defend herself بدأت دفاع عن نفسها by saying قائله that she didn't want to marry Mr. Maxstone. إنها لن تريد تتزوج مستر ميردستون he chased her and wanted to marry her هو كان بيطاردها وعايز يتزوجها what the pretty Mrs. Coverfield's son
What هو ده؟ طيب مين اللي قال الجملة دي؟ اهو اللي انا قلت عليه. مين ده؟ هو ده ابن ايه؟ اه مسز كوبرفيلد. يبقى it was said by Mr. Kenyon, one of Mr. Murdstone's friends to Mr. Murdstone. طب when he saw David with him at Lowestoft for the first time. Number 8, be careful, the boy has ears. خلي بالك الواد لي ودان. الواد لي ايه؟ ودان. مين اللي قالها؟ مستر ميردست. ماشي اللي قالها مين بقى؟ ديفيد. ها it was be careful the boy was ears. It was by Mr. Murdstone to mean to Kenyon. To ايه؟ Kenyon. When Mr. Kenyon said that لما قال قال David's mother was so pretty. قال لك ايه؟ مامة ديفيد ايه؟ جميلة. Mr. Murdstone was حذره that David might tell his mother what he said. قال له مامته ممكن تقول ايه؟ مامته. She Mr. Number 9. 9. She'll stay with Mrs. Griber. She won't be lonely. It was said by Bigotty to David when she told him لما قالت له that his mother wouldn't stay alone, مش هتبقى تقعد لوحدها. While they were in Yarmouth, Mrs. Griber would stay with her, هتقعد معاها ما تخافش. Number 10. How grown up you look. نضجت وكبرت. مين اللي قالها؟ خلي بالكوا ركزوا في كل ديت، انتوا هتسالوا بعض بيها. كل واحد هينقي الاصعب ويساله للتاني، كل واحد يحاول يوقع التاني، لان اتنين بس اللي هيكسبوا. طب مستر. ها؟ هو انا هنافس مين؟ احمد حسين؟ اه. هقول لك دلوقتي بس انا انت في حد احنا معانا القرعه. بس انت اسمك استنى اطلعها بس. طب استنى احاول اجيبها لك. هو البيت جي دي 5؟ طب استنى اقول لك انت مين. انا هقول لك استنى دلوقتي استنى. اهو انتوا كلكم اهو. علا مع احمد حسين. نادين مع سلمى. علا واحمد حسين. هنا ومصطفى. جنى مع ميار زياد. ها خلاص عرفت مع مين؟ انت هتلاعب علا. اه ماشي. ماشي علا منافس جيد خلي بالك قوي وانت حد كويس اكيد. ماشي احفظ بقى وذاكر كويس جدا وحاول توقع علا. وعلا هي بتذاكر اهو وهتذاكر لسه هتقعد الاسبوع كله الجاي ده كله مش هتذاكر غير ستوري وهي هتحاول توقعك برضه هتنقي لك الاصعب خالص وتوقعك. بتجي كام دي فايف؟ مستر. نعم. هو ما ينفعش حصة تبقى بعد كده بشوية لأن أنا ببقى عندي درس قبل كده. أنت عندك درس الساعة كام؟ من 12 ل 6. فما ينفعش يبقى الحصة ده درس إيه ده؟ ده درس ايه اللي من 12 ل 6 ده؟ انت طالع رحله؟ لا يا مستر هو مش درس ما بعد دروس دول ثلاث دروس ما بعد دول ثلاث دروس ما بعد مش درس واحد. ايوه ثلاثة؟ ماشي حاضر شوف لك دي حاضر. ما ينفعش يبقى الساعة 7 12 ل 6 ازاي من 12 ل 6 كتير بجد. هو انا اعمل ايه يا مستر ما هي الدرس كده؟ ماشي هحاول ماشي حاضر ربنا يعينك يا ابني. طيب هنا ايه؟ وين ديتس فاذر ايه اللي قبلها؟ طب بتجي كام كده؟ اهي صح ماشي كده. انسر ايه؟ ذاك ويفول. احاول اقراها لك شويه بس حاضر حاضر. هي الفكره بس عشان المكان هنا ناس فاضل ومحترمين جدا بس اللي شغال فيه اغلبيته في بنات كتير يعني فما ينفعش يتاخروا بس دي الفكره يعني. وانا كمان بنبقى مرتبطين بميعاد محدد جدا جدا يعني. فانا هحاول برضو يا احمد احاول.
او انت ممكن يا مستر يعني تخليه بعد الساعه 6 بشويه، يعني مش لان الساعه 6 بالظبط. ايوه 6 ونص. لا 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 لا، لا هو ميعاده 6 ونص، ما ينفعش خليه 6 ل 10 دقايق 6 للتلت. لا هو 6 هو 6 ونص، بيبتدي 6 ونص بالظبط. 6 ونص كويس ليك؟ ما انا 6 ونص بكون لسه راجع. مش طيب هتقول 7 بقى، تقول لي ما تقولش 6 ونص، قول 7. انت بتقول 6 ماشي، هنحاول نخلو لك ناخروا لك نص ساعه. حاضر حاضر يا حبيبي، عيني حاضر. طيب انسر ذا ايه فولوينج كويشن، مش كده؟ هو فيزيتد ديفيدز هاوس اون ذا داي ذات هي واز بورن؟ مين زار منزل ديفيد يوم مولده؟ مس بيتسي تروتويد. هو واز مس بيتسي تروتويد؟ مين هي دي؟ She was David's a father aunt. اللي بعدها When had David's father been dead؟ امتى بابا مات؟ He had been dead for 6 months before David's birth. Who was Miss Peggotty؟ مين هي بيغوتي؟ خلاص She was David's mother's servant، خادمة بتاعته. And David's a nanny. ناني يعني يعني قريبه شويه من امي يعني. What did Miss Betsy Trotwood think about the new child؟ كانت بتفكر في المولود الجديد ايه؟ She thought the new child would be a girl، ان هو اكيد ايه؟ بنت. When was David born؟ امتى اتولد؟ He was born at 12 o'clock on Friday night. Number 6. When was David born؟ خلاص. Number 7. What did Miss Betsy do when she discovered that the new child was a boy؟ عملت ايه بقى Miss Betsy Trotwood لما لقت ان المولود ده ولد not a girl؟ She was angry، left the house and never came back، ومشيت ما ايه؟ ما رجعتش، ما ايه؟ ما رجعتش. طيب هنا describe بقى. Describe هنا، لا السؤال ده ما قلتوش. When did Mr. Merson come to David's house? Why? جت امتى الست دي؟ One Sunday after a church to have tea with David. لا استنى. When did Mr. Merson، Mr. Merson ده الراجل ده امتى جه؟ خلاص to David's house البيت وليه؟ طيب. One Sunday كان يوم حد after a church بعد الايه؟ الكنيسة to have tea عشان يتناول الشاي with David and his mother. His ماما. اللي بعدها describe مستر ميردستين، اوصف مستر ميردستين. describe ده الايه؟ الوصف بتاعه. he was polite، كان حد مؤدب. هو شافه كده. and he smiled a lot، مبتسم كتير. he had black side whiskers. whiskers اللي هي الايه؟ السوالف كبيره. how did David and Peggotty feel towards مستر ميردستين؟ شعور ديفيد ايه كان اتجاه مستر ميردستين؟ they didn't like him، بالرغم انه مؤدب ومبتسم لكن هم ايه؟ not satisfied يعني، ما ارتاحوش، وهو كان عنده حق يعني. طيب what did Peggotty tell David's mother about Mr. Merdston؟ امتى او ماذا اخبرته عن اخبرت السيده Peggotty دي عن ديفيد، عن Peggotty Mr. Merdston؟ she told her that David didn't like her، قالت لها خلي بالك ابنك ديفيد مش هيحبه. خلاص يعني ما تاخدنيش على الخطوه دي. How did Clara react؟ رد الفعل بتاعها react يا reaction. When she heard Peggotty's opinion about Mr. Merdston، لما سمعت ايه بقى؟ راي ايه Peggotty في Merdston. Clara was angry، كانت زعلانه. ليه؟ and began to cry، ابتدت تبكي. she didn't want Peggotty to interfere in her affairs. خلي بالك من الجمله دي، لما تقول لواحد don't interfere، او اللي بيقول لك don't interfere others affairs، لا تتدخل في شؤون الاخرين، لا تتدخل في شؤون ايه؟ الاخرين. فهنا قال لك ايه؟ interfere in her affairs، لا ايه؟ ما تتدخلش في ايه؟ في شؤونها. خلاص كده؟ where did Peggotty ask David to stay؟ Peggotty قالت لديفيد يقعد فين؟ She asked him to go and stay with her to her at her brother's house
in Yarmouth إيه by the sea. How did Bigoty and David go to Yarmouth? كيف ذهبوا إيه إلى Yarmouth? They went alone, راحوا لوحديهم by coach to Yarmouth. How did Bigoty and David go to Yarmouth? راحوا بإيه? They went alone by coach to Yarmouth. Who met David and Bigoty at Yarmouth? مين قابلهم هناك؟ هام. بص بقى. هام Bigoty's cousin. طب describe هام. اوصف هام. هام was a strong young man, tall, with fair hair, شعر اشقر, and friendly but shy manners. كسوف. What did Ham do? ماذا فعل هام؟ When he saw David and Bigoty, لما شاف David وBigoty, عمل إيه؟ Ham put David on his back, حط على ظهره, and carried the luggage under his arm. حتى الأمتعة شال على ظهره. What were Ham and Mr. Bigoty's jobs? وظيفة إيه؟ Ham would tell Bigoty, they were fisher men. طيب. هنيجي بعد كده. Describe Mr. Bigoty's house. اوصف البيت. It was a little boat. It has a door, باب, and window. It smelled of fish. ريحته زي السمك. But it was clean and tidy. Who was Emily? مين هي Emily? She was Mr. Bigoty's niece. خلاص. She came to live with him. جت تعيش معاه. خلاص. After her parents did. قلنا عليها ان دي كانت ايه? Orphan. كانت يتيمة الاب والايه? في الام. Emily. Orphan. What did David and Emily do most days? ماذا كان ديفيد وإيملي يفعلوا معظم الأيام؟ They collected shells, كان بيجمعوا الأصداف. Or played on the beach, بيلعبوا على الشاطئ. How did David feel when he left Emily? حس بإيه لما ساب إيملي ورجع؟ He felt sad, بالحزن, and promised to write to her, ووعدها إن هو يكتب. كل الهومورك ده يتحل وينزل على الجروب. خلاص كده كل الهومورك بيجي 7 عشان ايه لو حد سالني تاني الهومورك بيجي 7 اكتب عندك بيجي 7 ماشي بيجي ايه 7 بيجي ايه 7 وكل الايه الستوريز هتتحفظ وكل الستوريز ايه كل الكويشنز والانسرز والكومنت هتتحفظ كلكم هتسالوا بعض عايزين تعرفوا مين هيلعب مين تاني اديني قلت لكم لو انتوا عايزين تتاكدوا اقول لكم اهو عشان برضو ايه كل واحد يكتب عنده هيلعب مين مستر طيب هقول تاني اهو نديم علا واحمد حسين هنا مصطفى جنى وايه وميار لو حد عايز هنضيف ماشي كده تمام كده احنا خلصنا الستوري مستر نعم هو الفيديو اللي بيتصور ده هو ممكن حضرتك يعني الفيديوهات دي عند حضرتك ممكن ايه الفيديوهات دي بتتسجل عند حضرتك ما احنا الفيديو المفروض يجي لك بتاخده لا انا اقصد يعني مثلا لو انا اتاخرت او كده ممكن حضرتك تبعت لي اول فيديو او كده اي فيديو من اللي فات تبعته ابعته لك عادي على الجروب ماشي عايز الفيديوهات انت عايز الفيديوهات اللي فاتت كلمني خلاص وابعتها لك ماشي كلمني وابعتها لك ماشي اللي لكن ده كمان يومين ثلاثة تاخده
عشان كده عملت القرعه، خليناك تشوف القرعه بتاعتكم عشان تبقوا عارفين انتوا هتلعبوا مين بالظبط. تمام يا مس. نعم. هو سؤال واحد بس؟ لا لا، كل واحد ثلاث اسئله يسالهم للتاني. يعني انت هتسالي مصطفى ثلاثه وهو يسالك ثلاثه. لو هو جاوب اثنين من جاوب الثلاثه من ثلاثه وانت جاوبت اثنين، يبقى هو اللي ايه؟ يبقى انت بره وهو جوه. ماشي كده؟ نعم. عرفتوا؟ ثلاثه تحضري له ثلاثه، بس طبعا انت مش هتحضري ثلاثه، انت هتحضري 10. انت الحصه كلها كومبيتيشن. انت ممكن تكسبي مثلا مصطفى، او مصطفى كسبك هيلاعب اللي بعديك وهيلاعب اللي بعديك، فبالتالي لازم يكون عندك اكتر من ايه؟ من اسئله ان انت تقدري توقعي اللي قصادك. انت مثلا خلصت مصطفى مثلا، انت هنا مثلا بتلعب مصطفى، مصطفى كسب، او انا كسبت مصطفى، يبقى ممكن تخش هتلعب سلمى، يعني الخطوه اللي بعدها بتكون سلمى، بعد كده سلمى ممكن كسبت هتلعب مش عارف فلان، يبقى بالتالي بتزداد ايه؟ قوه. في الاول بتبقى اقل شويه، بس انا شايف ان كلكم كويسين جدا جدا. ماشي، هي هتبقى قويه من الاول اعتقد بالنسبه لكم، بس ان شاء الله وربنا يوفقكم جميعا. وانا شايف ان ده انسب حاجه تقدر تحفظكم الستوري، هي الايه؟ المنافسه. هي الايه؟ المنافسه. انتوا مش هتحفظوا غير بالطريقه دي. بس ان شاء الله نشوفكم على خير، وانتوا حد كويس جدا جدا، ونشكر الناس القائمين على نجاح. وشكرا.